كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العظيم. عزيزي محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة، أعضاء الكنيسة طبعا الحاضر منهم زميلي عفو برية، أهلا وسهلا. هناك أعضاء طبعا في الطريق، الإخوة جميعا محب الألقاب من جمعية نساء ضد العنف من مركز أمانة، رضا جابر مدير عام المركز من جمعية نساء ضد العنف، المشايخ الأئمة الكرام جميعا، كما قلت محب الألقاب والمناصب. بداية أقدم ونقدم أحر التعازي لأهلنا في دبوري ولنا جميعا بوفاة ومقتل وهذه الجريمة والضحايا الذين سقطوا، وأعتقد أنه إجلالا وتقديرا لهم يستحق أن نقف لنقرأ سورة الفاتحة. دقيقة حداد. كان لابد في الحقيقة من أن تعقد وفي دبوري، على اعتبار أننا لسنا أمام جريمة وحدث عادي. الجريمة التي حدثت في دبوري هي في الحقيقة نعم المصاب الأول لذوي الضحايا ولأهل دبوري، ولكن باعتقادي هي أصابتنا جميعا كمجتمع عربي، وشعرنا بأننا نحن المستهدفين جميعا ونحن المصابين، وهي أصابت في الحقيقة شعورنا بالأمان وأصابت حصانتنا بمقتل. لذلك أضعف الإيمان كان أن يعقد مثل هذا الاجتماع في دبوري، على اعتبار أننا يجب أن لا نقف لا متفرجين ولا أن نرفع الراية البيضاء أمام طوفان وتسونامي العنف الذي يضرب في كل مكان تحت أي سبب كان ومن أي خلفية كانت. يعني اليوم استفقنا وبالأمس استفقنا على عنف على خلفيات انتخابية سياسية، سواء في الرامي ولا في طمرة ولا في كفر قرع وغيره، وهذا طبعا نحن نستنكره جميعا. هذا العنف الذي تطور إلى درجة الإجرام والقتل وإطلاق النار لا بد من مواجهته ومن تحديه. وأصبح السؤال في مجتمعنا العربي، هل أنت من المتفرجين رافعين الراية البيضاء أم أنت من المتصدين مهما كان الثمن؟ هذا هو السؤال. فإذا كان إذا كان الموقف الصحيح، وإذا كانت إرادتنا في الحياة كمجتمع كأقلية عربية فلسطينية، وإذا كان العنف والجريمة والقتل أصبح تهديد وجودي وليس مجرد ظاهرة هامشية، إذا يجب علينا جميعا أن نتجنب لمحاربة هذه الظاهرة والوقوف ضدها مهما كان الثمن. طبعا قاعدتنا والبوصلة التي توجهنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولو كان الموقف موقف أخر، أنا لا أستطيع، قد لا أستطيع، لأنه الشرطة التي لديها السلاح لديها القوة اللازمة لمواجهة مثل عصابات الإجرام هي التي يجب أن تقوم بذلك، ولكن أنا أيضا كمواطن أنا أحارب عن بيتي، أنا أحارب عن ابني، لأن القضية أصبحت قضية أنه نحن كلنا في خطر، أبنائنا في خطر، لدرجة أنا بقول بعض البلاد وبعض المدن إذا خرج ابنه من البيت لا يدري كيف يعود إليه، هذا إنعاد. إذا القضية هي بحاجة إلى مواجهة. قضية ثانية لا أريد أن أطيل، قضية قتل النساء التي هي وصمة عافشة في مجتمعنا التي يجب أن نقف ضده بكل قوة.
وعندما أقول بكل قوة ليس فقط القوة الجسدية وإنما التوعوية والتثقيفية، لأنه القضية بالأساس هي قضية تربوية وقضية تثقيف وقضية توعية وقضية مدى قداسة روح الإنسان لدينا سواء كان امرأة أو رجل. لذلك إخوتي أعزائي جاء هذا الاجتماع. طبعا الحضور والجهات كثيرة، الجميع نريد أن نسمعه، نريد أن يتحدث الجميع، لكن بداية نحن نستمع إلى كلمة أبو فيصل محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة. وإنما دخل هذا الحزن والألم كل بيت في الوقت الحالي، وأنا لمست هذا الأمر في من خلال يعني حديثي مع الكثير من الناس واستماع كثير من الناس، إنه ما حدث في دبي كان جريمة بشعة يقوم بها فقط إنسان يدب على الأرض، هو حيوان يدب على الأرض. ونحن نعتبر أن أمن المواطن هو حقيقة من مسؤولية السلطة. قلنا ونقول في المستقبل أيضا ونؤكد الآن أن الأمن المواطن هو من مسؤولية السلطة وليس من مسؤولية السلطة المحلية ولا كل الهيئات الشعبية. السلطة والشرطة مسؤولية ما هو الطرف. السلطة لأنه من أمن المواطن من مسؤولية السلطة. والشرطة هي القادرة الوحيدة على أمرين اللي بيسببوا العرق بشكل كبير، هي قضية السموم، انتشار السموم في الوطن العربي، والأمر الآخر هي فوضى السلاح. إذا اجتمعوا مع بعضهم فوضى السلاح وانتشار السموم، هذا مؤكد إنه الجريمة القادمة واقع، وهذا ما يحدث. يعني لو لم يكن سلاح بيد هذا البدل لم يتمكن من القتل. ممكن يعني العرق بنتيش من الدنيا من داخل القادم لو بيعونه، ولكن إذا أدوات العنف تواجدت وكانت في منتهى اليد ستقع حقيقة. نحن قادر يعني هذه الجلسات مع المدير العام المفتش عام للشرطة، وتواجهنا وزير الأمن الداخلي باسم رئيس المتابعة ورئيس النقطية، طلبنا منه بشكل مباشر وضع خطة من أجل جمع السلاح من الأقطاع، لأن السلاح أنا حسب تقديري هذا مش إهمال من الشرطة ولا يعني كسر، وإنما هي سياسي مقصود أن ينتشر السلاح في الوطن العربي كي يفتك بعض البعض، وأن يؤدي إلى انتشار الجريمة كما يحدث،